ويتجدد اللقاء مع حضراتكم بالود والحب، والذي نناقش ونستعرض فيه أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. ونستهله اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 مع سوق الصرف، والذي يشهد فيه الدولار الأمريكي والعملات تباين أمام الليرة السورية. وبالنسبة لأهم الأخبار، رئيس لجنة تربية الدواجن يكشف أسباب تراجع أسعار الفروج هذه الأيام، وأسعار الذهب تعود للانخفاض في سوريا على خلفية انخفاض سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسين علي، بتكلم في الذهب والدولار والعملات. اللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك ومتابعة علشان يوصله كل جديد بنقدمه، ويضغط لايك ويعمل شير للفيديو علشان يوصل لغيره ويعم الخير. نبدأ جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس قبل عرض الأسعار ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية، التي تحاول هذه الأيام التماسك والثبات والحفاظ على قيمتها دون تراجع جديد. وفي المقابل يرى الكثير من الخبراء والمختصين أن هذا الاستقرار والثبات هو ثبات حذر. ونؤكد مجددا أن استقرار أي عملة يحتاج إلى اقتصاد قوي مدعوم بصناعة وزراعة واستثمار وحلول اقتصادية تسهم ليس في القضاء على البطالة والتضخم، وإنما مجابهتهم وكبحهم. حينها ستقوى العملة وترتفع قيمتها وتكون قادرة على التصدي للأزمات. وبالعودة لسوق الصرف، سجل الدولار في نشرة الحولات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13500 ليرة، وسجل في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك 12500 ليرة. ووفقا لأسعار السوق السوداء، فإن ال 100 دولار هتساوي 1,500,000 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، رئيس لجنة تربية الدواجن يكشف أسباب تراجع أسعار الفروج هذه الأيام. وفي التفاصيل، قال نزار سعد الدين رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة إن السبب في انخفاض سعر الفروج يعود إلى انخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها، وأوضح أن العرض حاليا في السوق أكبر من الطلب بسبب توجه نسبة كبيرة من المواطنين خلال هذه الأيام لشراء المؤن. وأشار إلى أن إنتاج الفروج ازداد خلال هذه الفترة بنسبة 25% مع عودة نسبة من المربين للعمل، وأوضح أن سعر الفروج في السوق يعتبر مناسب للمستهلك. وأشار كذلك إلى أن تكلفة الفروج الحي على المربي تتناسب مع سعر المبيع إلى حد ما. وأكد سعد الدين أن لجنة تربية الدواجن تؤيد دائما انخفاض سعر الفروج، وأن يكون سعره مناسب للمستهلك بما يضمن استمرار دور تربية الفروج على مدار العام كي يتاح للمستهلك بشكل أكبر، وألا تكون هناك خسائر للمربي يمكن أن تؤدي إلى توقفه عن التربية. وأشاد كذلك بجهود الحكومة لخفض تكلفة الإنتاج. وكانت تقارير اقتصادية قد ذكرت أن أسعار الفروج وأجزائه تواصل سلسلة انخفاضها في الأسواق، حيث انخفض سعر كيلو الفروج الحي في النشرة التموينية الصادرة في دمشق من 33,000 إلى 31,000 ليرة للكيلو الواحد، كما انخفضت أسعار بقية أجزاء الفروج بمعدل وسطي يقارب 3,000 ليرة، حيث انخفض سعر كيلو الفروج المذبوح من 45,000 ليرة إلى 42,000 ليرة. وفي النهاية نؤكد أن استمرار انخفاض أسعار السلع وتراجعها هدف يتطلع إليه الجميع ويأمله المواطن، حتى يلمس تحسن في الأوضاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك، حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سجل الدولار في دمشق 15,050 ليرة مبيع و14,950 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 15,100 ليرة مبيع و15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15,200 ليرة مبيع و15,100 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية وطرطوس 15,100 ليرة مبيع و15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماه 15,100 ليرة مبيع و15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 15,050 ليرة مبيع و14,950 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15,100 ليرة مبيع و15,000 ليرة شراء،
وسجل الدولار في عين العرب 15100 ليرة مبيع و15000 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15200 ليرة مبيع و15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15200 ليرة مبيع و15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 15300 ليرة مبيع و15200 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة الكامشلي 15350 ليرة مبيع و15250 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16005 ليرة للبيع و15839 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10849 ليرة للبيع و10732 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18646 ليرة للبيع و18448 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9829 ليرة للبيع و9714 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 460 ليرة للبيع و454 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3967 ليرة للبيع و3924 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48348 ليرة للبيع و47834 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4045 ليرة للبيع و4001 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4080 ليرة للبيع و4036 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20986 ليرة للبيع و20766 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11353 ليرة للبيع و11238 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 311 ليرة للبيع و306 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و108 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و18 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 973 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 835 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2303 دولار فاصل 90 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7 مليون و968 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 520 دولار فاصل 79 سنت، وسجلت أونصة الفضة 416942 ليرة سورية اللي بتساوي 27 دولار فاصل 25 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 13406 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف دولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيه لأسعار صرف الدولار في لبنان واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89600 ليرة للبيع و89400 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.